بعد الصباح مريحين ما علينا ما بينا شكن كيجيو يعني كيجيو الشرطه كتجي الشرطه جاو خدوا بيران من عند السيد ومطرقه المهم المعدات باش يحلوا الباب من عند المحل عندنا ديال الطوليك جاو فرقعوا الباب دخلوا واش يعني وصلاتهم تعليمات قبل ما نقدرش نقول لك يعني جاو فرقعوا الباب بقاو تقريبا شي 10 دقائق بحال هكاك اتصلوا بالوقايه المدنيه جات الوقايه المدنيه دخلوا فرقعوا واحد الحيط من الجهه الثانيه الفاص الثاني فرقعوا واحد الحيط من بعد يعني حتى يعني كتخرج يعني بلا راه كاينه روح طاحت روح مسائل بحال هكايا الناس يعني باش نقول لك نكونوا واضحين الناس يعني الساكنه كومبلينا راه ما كانوش كيتوقعوا هذه يعني هذه الروح غادي تسمع خاصه بالضبط هنايا وحاجه اخرى اللي بغيت نظر فيها هو يعني كيف يعقل يعني كيف يعقل روح طايحه ويعني فين شو بوزيسيون ديال الروح يعني حفروا عليها ووصلاتهم بالله روح طايحه وما عرفوش بالله راه يعني كيجيو هنايا كيباتوا هنايا يعني اخطر المجرمين شي حوايج اللي يعني شي مسائل اللي حنا كنترعبوا منها يعني حنا راه كنسكنوا هنا يعني راه مساكن قدام هاد الباطيم يعني كل نهار كتشوف نماذج في الليل بالليل هذه راه دائره سوداء حتى هاد الدرب هذا راه دائره سوداء بالليل يعني كيف يعقل ما غاديش يعني هما راهم عارفين شنو كيوقع هنا في هاد البلايص هاد اما بالنسبه للروح راه كاين اللي كيقول لك راه من يعني افريقي من الافارقه اللي احنا منهم وكاين اللي كيقول لك عاوتاني كاين اللي كيقول لك دري صغير اما هو بالنسبه للجنازه جنازه ديال الواحد كبير لانهم فاش لهم فاش جمعوا يعني خرجوا الجنازه شفناها يعني ديال واحد كبير راه ماشي دري صغير ولا شي ومساله اخرى خويا العزيز هو ان ديك الجنازه مني خرجوها كما كنقولوا حنايا الله يرحمه الله يرحم اللي مات خرجوا ديك الجنازه ولكن راه دابا حاليا راه كنشوفوا راه غير طرق يعني غير الباب طرق نفسه ورجعات المياه لمجاريها يعني باقي ما عارفينش واش هاد الناس هادو واش غاديين يديروا شي حل ونورمالمون خصهم يديروا حل علاش خصهم يديروا حل راه كاينين تبارك الله راه كاينين براعم جايه طالعه تبارك الله راه كيشوفوا هاد الشيء يوميا راه واحد النهار راه غيصبحوا منهم شنو كاين هنا في البنايه هادي خاو داير هاد المشاكل ما فيها والو خويا هادي 18 عام تقريبا كانوا كيبنيو ناضت شي ناضوا شي مشاكل لقاو شي تخربيق هنايا وقفات في المحكمه موليها وقفوها في المحكمه ودابا راه 18 عام سادين لها البيبان من الداخل ولا شتي واحد الحديد راه يوميا كنطلع الدراري والله الا كيطلعوا مع دوك الحديدات باش كيوصلوا للبروميير ايطاج مع هاد الحديده باش كيوصلوا للبروميير ايطاج راه البلاصه راه معروفه يعني الساكنه هنايا كلشي عارف البلاصه شنو كيوقع فيها